بعد الاكل تحس بدوخه وتحس فيك النوم صدق شعور النوم. شنو صار بجسمك؟ ركز معي خل اقول لك. الحين احنا كلينا سكريات، لما اقول سكر مو معناته كاكاو سكر، لا، حتى الكربوهيدرات حتى البروتينات العاليه شنو تسوي؟ تتحول سكر، واكلنا بشهر رمضان كله كربوهيدرات، فهذه كلها سكريات راح تصير. كلينا شنو راح يصير بالجسم؟ البنكرياس راح يفرز الانسولين بشكل مو طبيعي، لان انت طول الوقت الانسولين مو صاعد. ليش؟ لان طول الوقت انت صايم، فلما تاكل كميه كبيره من الاكل خصوصا فيها كربوهيدرات، من اللي راح يصعد عندنا الانسولين. الانسولين شو يسوي؟ يقوم ينزل السكر كله، فلما ينزل السكر ايش راح يصير فيك؟ راح يصير فيك هبوط كذي، تحس ليش السكر نزل نزل، عطى دقائق بعدين خلاص يعتدل السكر. اكثر الناس واكبر غلط شنو تسوي لما تدوخ انت؟ حط ببالك ترى الانسولين صاعد، لا تاكل سكر، راح تحس بشعور انه ودك تبي شيء اساس لا يصير فيك مقاومه انسولين. انطر لا تاكل شيء، دايخ انسدح، انطر شوي، اشرب لك شيء مثلا شاي قهوه كيفك، بعد شوي راح تصحصح، واضح؟ وحتى لو فيك نومه دخت نام خلاص نام، بس دير بالك تاكل سكر، حسيت انك مهبط تبي سكر، هو طبيعي اوريدي الانسولين صاعد فوق، تخيل تاكل سكر يصعد بعد. تكررها مره مرتين ثلاث بعدين راح حبوب واوبر، فليش تسوي كذي؟ وايد ناس تصير لهم هالحاله وما يدرون، فبدام شفت فيديوي لازم تنتبه، هبط لا تاكل سكر، انطر السكر راح يعتدل بجسمك، واضح؟ خلي اقول لكم شنو طلبت، وكل اللي طلبته 2